عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم الفرنسية مع فوزية. غادي نوصل الحصص ديالنا، واليوم مع الحصة نتمنى تكونوا استفدتوا من ما يدعى في قناتكم المتواضعة. Donc, mes chers abonnés, bienvenue encore une fois dans votre chaîne Le Français avec Fouzia. Donc aujourd'hui, nous aurons notre troisième séance. Donc restez avec moi, on va pouvoir la découvrir ensemble. Matzapeuch. نبداو الفقره ديالنا الاولى اللي هي مونتيم. دونك الفقره ديالنا ديال اليوم تتحدث على واحد الظاهره اللي جميع الاطفال كيلاحظوها بالليل او بالنهار. هاد الظاهره هي الشمس والظلام، يعني علاش النهار في الصباح تيكون فيه الشمس وعلاش في الليل تيكون عندنا الظلام، وشنو تنسميو هذيك الفترات. دونك غادي نعطيكم واحد الرسم اللي غادي يعطيكم واحد النظره مقربه على هذا الشيء. دونك ربما جميع الاطفال اللي كما العاده تيكون عندهم واحد التساؤلات تيطرحوا لهم في الفكر ديالهم، وكيقلبوا دائما على الاجوبه، وهذه حاجه اللي هي مزيان. داكو، دونك الارض اللي حنايا واقفين فيها دابا اللي كنسميوها لا تير، الارض اللي حنا واقفين فيها دابا اللي كنسميوها لا تير، هي ارض كتبان لينا مسطحه، يعني كتبان لينا الا شفنا مثلا الارض اللي تنتمشوا عليها كتبان لينا على شكل يعني بحال نقولوا واحد السطح اللي هو يعني مستوي. مع العلم ان هذه الفكره يعني حيت كنشوفوها بالعينين ديالنا هي اللي كنحكموا عليها، وخصكم تعرفوا اعزائي المشاهدين ان العينين ديالنا كانسان ما كتشوفش جميع الاشياء اللي كاينه في الكون. مثلا الارض هي عباره عن هذا الشكل، شكل كروي تقريبا، هذا الشكل شكل كروي. هاد الشكل الهندسي اللي حنا شفناه اليوم يعني بحال الشكل ديال لو بالون اللي شفناه في الحصص السابقه. هاد الكره اللي هي لا بلانيت دو لا تير، يعني كوكب الارض، فيها العديد من القارات. نقدو رمزو لهم بهاد الرسم. داكو، دونك هادو قارات، وهاد البلايص اللي مرسمت فيهم حتى شي حاجة غادي نعتبروهم هما الماء، هما البحار. يعني الكرة الأرضية فيها اليابسة اللي هي تنعيشو فيها وتتمشو فيها، وفيها المحيطات. داكو، دونك شوفوا معايا هذا نعتبره واحد المحور اللي كدور. هاد الكره الارضيه كدور، ملي كتكون كدور عليه. داكو، هنا عندنا الشمس نرسموها بهذه الطريقة. داكو، يعني البلاصة اللي فيها الشمس لاحظوا غادي ندير فيها هاد الأشعة، أنا عبر عليهم بهذه الطريقة. داكو، يعني فيهم الضوء، وهاد البلاصة هادي غادي ندير فيها واحد القمر صغيور، أنا عبر عليه بهذا الرسم هذا، يعني الظلام. دونك الارض هي دائما في حركه،
يعني هذه الارض اللي حنا كنوقفوا عليها وكنتخيلوها انها واقفه في بلاصتها غلط. حنا ما كنحسوش بانها كتحرك بعامل الجاذبيه، وهذا الشيء غادي تشوفوه في مجموعه ديال المواد اللي كدرسوها في المدرسه، اولا يعني بالنسبه للناس المتبعين اللي عارفين قانون الجاذبيه راه فاهمين علاش كنقول. دونك بالنسبه لهذه البلاصه هذه اللي هي فيها القمر اللي عبرنا عليها بهذا اللون الاسود، وهذه البلاصه اللي فيها الشمس يعني كيكون فيها الضوء. الوقيته اللي كتكون الارض يعني كتكون في هذه الناحيه قبل الشمس، يعني هذه المناطق هذه كامله اللي تتكون قبل هذه الشمس هذه تيكون فيهم النهار، والمناطق اللي كتكون قبل هذا القمر تيكون فيهم الليل، وهذا هو سبب تعاقب الليل والنهار، لان الارض تدور حول نفسها، وتدور حول نفسها يعني في واحد المجرة، هذاك المجرة فيها كوكب الشمس وفيها القمر. يعني الوقيته اللي كتكون عندنا الشميشة وكيكون عندنا الصباح اللي كنسميوه النهار تيكونوا قبل الشمس، داكشي علاش كنشوفوا الضوء ديال النهار. دونك الموضوع ديالنا ماشي هو هذا، مي هذا عنده واحد الجزء منه كان ضروري نطرقوا ليه قبل ما نبداو الفقره ديالنا. دونك غادي نمسحوا هذا الشيء هذا، اللي بغيتكم انكم تعقلوا ليه هو ان الارض كرويه الشكل تدور حول نفسها، وخا حنا ما كنحسوش بانها تتحرك تحت من رجلينا فهي تدور. الوقيته اللي كتكون الشمس كتكون ديك الساعه هذيك الكره يعني مقابله مع الشمس، والوقيته اللي كيكون الظلام تتكون هذيك الكره مقابله مع القمر، داكشي علاش كيكون عندنا الظلام. داكو دونك الشمس كيف ما شفتوا هي اللي كتحكم في النور اللي كنشوف، يعني يا اما كتكون كاينه وكيكون عندنا النهار، او لما كتكونش كاينه وكيكون عندنا الليل. هنا غادي ندخلوا في الموضوع ديال الحصه ديالنا اوجوردي اللي هو لي مومون دو لا جورني. لي مومون دو لا جورني هما الفترات اللي تندوزو بهم في النهار، يعني النهار ديالنا مي كيبدا حتى كيسالي الاسامي ديال هذوك الفترات. دونك نبداو بالفتره الاولى اللي هي فتره الفجر، يعني الوقيته اللي كتبدا تشرق الشمس فيه باش يعني كتبدا تبان لينا وكيبدا عندنا ضوء النهار. دونك غادي نعبروا على هذه الفتره هذه بواحد الرسم. داكور دونك كيف مثلا تنعرفوا ملي تنبغيو نرسموا مثلا الغروب، تنرسمو بهاد الطريقة. يعني بهاد الطريقة داكا، يعني عندنا الشمس هنا ويعني تتبقى غدا وكتهبط حتى كتهبط وكتخبى وكيولي الليل. هاد الوقيته هادي الا لاحظتو شي نهار كنتو مثلا في لابلاج ولاحظتوها، تتلاحظوا واحد اللون بنفس ماشي بنفسجي مي بلوتو بحال غادي البرتقالي. داكو بحال غادي البرتقالي اللي كيكون قبل غروب الشمس. داكو هاد نفس اللون يعني قبل ما كتشرق الشمس تيكون، يعني بالنسبه للناس اللي تينوضوا تيصلوا الفجر، اولا بالنسبه للناس اللي تيكونوا يعني لسبب ما فايقين في هذيك الوقيته، يعني قبل ما يكون هذاك ضوء النهار كيكون واحد الضوء اللي هو خافت شي شويه اللي تنسميوه لو كريبيسكول. لو كريبيسكول دونك يعني ما بين الفجر وما بين شروق الشمس، دونك ما بين لوب اللي هو الفجر، دونك الفجر سميتو لوب، وما بين شروق الشمس لو ليفي دو سولي. لو ليفي دو سولي لان الشمس سميتها لو سولي. لو سولي يعني بالعربيه كنشوفوا بانه اسم مؤنث، بالفرنسيه اسم مذكر لو سولي، ما تنقولوش لا سولي مي تنقولوا لو سولي. دونك لو سولي ici il est en train de se cacher.
il est en train de se cacher, qui trépasse derrière les vagues de la mer, comme ce que j'ai dessiné dans le dessin. On appelle ça le coucher du soleil. Le coucher du soleil. Ya dahirat al-ghuroub. Ghuroub al-shams. C'est le coucher du soleil. Ou l'axe dit le coucher du soleil ou le lever du soleil. Le lever du soleil, yani chems mi katkoun, yani ad katsta, donc katdouz men ftara diel l'fajr, le crépuscule, yani le lobe diel l'fajr, le crépuscule, tankoulou lo shafaq, oum l'mouraha, le matin tout simplement, yani l'oketel li chems katbel fia. Donc, men mouraha tchi hada, yani. كيبدا النهار دونك كيبدا بالفتره ديال الصباح اللي كنفيقوا فيها تنوضوا تن يعني تنقوموا بزاف ديال لي زاكتيفيتي داكو دونك منها اننا يعني تنغسلوا وجهنا اولا تناخذوا لادوش ديالنا تناخذوا الفطور ديالنا تمشيو للمدرسه والى ذلك من يعني لي زاكتيفيتي اللي كنقوموا بهم داكو دونك الفتره الاولى اللي كانت تبدا اولا كيبدا بها الصباح يعني مورا ان الشمس يعني تتشرق وتغطي بالضوء ديالها جميع المنطقه اللي هي قبالتها دونك يتسمى لو ماتان كيتسمى لو ماتان دونك الا جيت نسولكم اجوردي نقول لكم مثلا لو ماتان معايش يعني تقريبا تيبدا دونك لو ماتان معايش كيبدا دونك كيبدا وفقا لهذيك الأشعة ديال الشمس اللي كتبان يعني اين فوا تتبان هذيك الأشعة ديال الشمس كيبدا عندنا لو ماتان يعني ما يمكنش نقارنوه بواحد الساعة لأن على حساب وقتاش الفجر تيكون ومن هنا كتلاحظوا بأن ملي كنقولوا مثلا حنا كعرب مسلمين في الشهر الفاضل ديال رمضان تنكونوا صايمين هنا تتلاحظوا بأننا دائما تنحضي وقتاش الفجر غادي يودن باش يعني يمكن لينا نبداو الفتره ديال الصوم ديالنا والفجر كيف ما كتلاحظوا كل مره يعني كيتبدل هذاك الساعه باش كيبدل فيها ببعض الدقائق ولكن يعني ما تكونش واحد الساعه اللي هي دائما وابدا دائما يعني فيكس يعني قار داكو دونك النهار كيبدا باشعه الشمس يعني اون فوا كنشوفوا بان جميع المناطق مضاءة ثم كيبدا النهار والنهار تنسميوه بالفرنسية لو ماتان لو ماتان ريبيتي ديغيغ مو لو ماتان لو ماتان نقدو نقولو حنايا تيبدا مع ديك 6 ونص ديال الصباح فوالا اون فوا تتشرق الشمس ويعني متيبقاش الظلام يعني تدور هكا حداك كلشي تتشوفو ضاوي داكو دونك c'est le matin donc c'est la première période de la journée ou c'est le premier moment de la journée d'accord donc aujourd'hui comme ce que vous avez dû constater l'yoma bhal li lahto ghadi ndweu ala les moments de la journée yani ghandweu ala al fatarat dial al-youm d'accord donc la fatra l'oula hiya le matin ou ghadi nramzou liha bwahed rasm اللي هو هادي ان نواج داكا سا سي ان نواج ان نواج يعني غيمه داكا هنا نقدروا نديروا واحد الشميجه هنايا داكا تقريبا مخبيه يعني باينه ولكن ما بيناش 100% لاحظوا معايا هذا الرسم مهم جدا يعني هاد الغيمه وهاد الشميجه ترمزوا بهم لفترة الصباح الصباح لأن الشمس كتكون وكيما كتكونش يعني تتحرق وهكا يعني ساطعة بزاف تتكون شوية هذه الفترة الأولى اللي كتكون في النهار داكو دونك كتكون الصباح هي الأولى اللي كنقومو بطبيعة الحال فيها بالفطور قبل ما نمشيو مثلا للعمل ديالنا ولا نمشيو للمدرسة ديالنا Donc retenez bien as-sabah ou le matin en français. Donc le fitra al-oula fi nahar hiya as-sabah.
يعني الدرس ديالنا اليوم غادي ندويو فيه على الفترات اللي تيكونوا في النهار داكا وشنو كنسميوهم داكا وشنو شنو هما الفرق ما بيناتهم وتقريبا شحال ديال الساعة كتكون باش كتبدا هذيك الفترة. دونك الفترة الأولى شفناها هي الصباح ورمزنا لها بهاد الغيمة اللي من موراها هاد الشميشة. علاش ما درنا الشمس هنا؟ لأن كتكون الشمس يلا عاد يعني عاد استطعت دونك كاين الأشعة ديالها داكا ولكن يعني ما تيحرقوناش يعني ما في عينينا أولا هذا اللي يمكننا نزولوا جميع يعني لي زاكتيفيتي ديالنا بكل حرية بلا ما ضرنا في عينينا أولا هذا داكا. دونك غادي ندوزو الفترة التالية غادي تلاحظوا اون فوا كتنتهي فتره كتبدا فتره من موراها يعني الفتره الاولى بانتهائها كتبدا فتره ثانيه ما يؤدي الى استمراريه اليوم. الفتره الثانيه وقتاش كتبدا بواحد الحدث اللي هو وقت تناول الغداء او كنسميوه الزوال. يعني الفتره الثانيه كتبدا بالضبط عندها توقيت ابارتير من الثانية عشرة زوالا يعني من 12 اون فوا تبدا 12 كتبدا الفتره الثانيه. هذه الفتره الثانيه تنسميوها لو ميدي وكنرمزوا ليها بهذا الرسم. Regardez avec moi, c'est un soleil, ok? C'est un soleil qui est en plein ciel, et ni le soleil. Le soleil ou le shams, ils sont bien d'accord. Finis un chauffe le soleil, est-ce qu'on le voit dans la terre? Non, on le voit en plein ciel, Le ciel, huwa as-samaa. Donc, tout à l'heure, on a vu le soleil qui se cachait derrière le nuage. Qbila, shfna shams mkhbiya min moura al-ghayma. Al-ghayma, hiya le nuage. Bloughal faransiya. Et là, une fois tatnsahi al-fitra dial لو ماتان يعني الصباح تندخلوا في الفتره ديال الزوال. الزوال قلنا تيبدا مع 12 يعني الوقيته ديال الغداء. تتكون عندنا الشمس ساطعه كتكون حارقه يعني ما تقدش تحقق عينك فيها. هذيك هي الفتره ديال لو ميدي وكتبدا ابتداء من 12 وها حنا غنشوفوا حتى لين تتوقف باش كتبدا الفتره اللي كنسميوها l'après-midi. Donc ça c'est le soleil, il est en plein ciel, il ne se cache pas derrière les nuages, mais c'est très belle, mais il est clair, donc on va faire cette fêtre on va faire cette fêtre دونك هاد الفترة قلنا لو ميدي تتبدا مع 12 ديال النهار الوقيته ديال الغدا وكتنتهي تقريبا حتى لديك الجوج دونك هاد ابارتير دو 12 دونك 12 يعني 12 وشي حاجه وهذا تتسمى لو ميدي الفتره ديال لو ميدي داكوغ. سمحوا لي قلت لكم كتنتهي حتى ل 14 نو غلط. دونك من مورا لو ميدي يعني نقدروا نقولوا نديروا واحد الرسم يعني باش يسهل علينا الفهمه. دونك نديروا واحد الساعه داكوغ. شوفوا معايا هذا هذه واحد الساعه داكوغ. هنا عندنا 12 هنا عندنا 3 هنا عندنا سعود هنا عندنا 6 داكا. غادي نجيو للدروس باش نقراو كيفاش نتعلمو نقراو الساعه من بعد.
دونك ميدي هي ملي كيكونوا هاد جوج مرات ديال الساعه تيكونوا هاد جوج العقارب تيكونوا 12 بجوجهم. دونك هاد الفتره هادي كامله من 12 حتى تقريبا حتى لثلاثه تتسمى لابري ميدي. لابري ميدي يعني في الوقيته اللي تنقول لك مورا 12 اكسكوزي مو الوقيته اللي تنقول لك مورا 12 يعني تنهضر على هذه الفتره هذه يعني تقد تكون الوحده تقد تكون 12 وناس تقد تكون جوج تقد تكون ثلاثه يعني هذه الفتره اللي هي مورا 12 كنسميوها لابري ميدي. دونك لابري ميدي اوكي وكتمشي حتى تقريبا حتى الخمسه. كتمشي حتى الخمسه تقريبا داكو. دونك هنا عندنا ابتداء من 12 يعني 12 بالضبط كتكون فتره لو ميدي. مورا 12 مباشره هاد الفتره اللي مورا 12 مباشره كلها تتسمى لابري ميدي. كتسمى لابري ميدي وكتكون يعني الاشعه ديال الشمس ميدي كتكون يعني ساطعه وكتبقى غدا الشمس وكتخبى باش كتعطينا هاد الرسم هذا اللي غنرسم لكم دابا. غادي نعاودو نرسمو لي نواج ديالنا ها هما يعني الشمس كتولي هنا كتبقى غدا وكتهبط داكوغ كتبقى غدا وكتهبط يعني 12 ميدي هي ميدي ومورا 12 يعني ابتداء الوقيته اللي تتغداو فيها يعني عامه الناس على الصعيد العالمي يعني من 12 حتى لجوج يعني من 12 حتى لجوج تقريبا هذه كامله يعني داخله في ميدي. ا بارتير دو 14 يعني ابتداء من جوج ديال العشيه يعني تندخلوا في لابري ميدي. تندخلوا في لابري ميدي يعني لابري ميدي الشمس كيف ما شفتوا في الرسم ديالنا تتهبط يعني ما كتبقاش مخبيه ما كتكونش ساطعه بزاف ولكن كتبقى غدا وكتهبط. علاش كتبقى غدا وكتهبط؟ حيت جاي لو سوار يعني جاي الليل يعني باش غادي تخبى يعني ما نبقاش نشوفوها داكوغ. وهي في الواقع راه ماشي الشمس اللي كتبقى كتخبى يعني الا جينا الرسم اللي رسمت لكم في الديبار شوفوا معايا قلنا ها الكره الارضيه هي هادي كدور على واحد المحور داكوغ كدور على واحد المحور عندها واحد ما نسميه تراجيكتوار يعني واحد طريق كتبقى يعني كدور حول نفسها كنسميه ان تراجيكتوار داكوغ. هادي الارض سميتها لا تيغ سميتها لا تيغ يعني كوكب الارض اللي كيعيشوا فيه الانسان الحيوانات يعني اللي فيه الطبيعه فيه البحار فيه القارات سميتو كوكب الارض لا تيغ. دونك لا تيغ كنعبروا عليها بهذا الرسم هذا الكروي داير بحال شي كره. هذيك الكره كدور فين كدور؟ ما كدورش هكا نو كتبقى في بلاصتها كدور بحال هكا على راسها خالص. هاد الطريق اللي كدوز منها كنسميوها او كنسميوه ان تراجيكتوار داكوغ ان تراجيكتوار. هنا كترسمنا قبيله قمر وعبرنا عليه باللون الاسود باش نتفكروا بانه كيكون ظلام وهنا رسمنا شمس. دابا ملي كنت كنشرح لكم وتنقول لكم الشمس كتخبى مورا الغمام وداكشي يعني غير باش نبسط لكم الفهامه ما هي في الواقع ماشي الشمس اللي كتخبى. في الواقع هي ان الارض كتحرك دونك كتبقى الارض كتحرك
كتوصل حتى كتوصل للبلاصه المنطقه اللي فيها الظلام. تما فين كيولي عندنا الفتره الرابعه اللي كنسميوها الليل، وكنرمزوا ليها بهذا الرسم. كنرسم واحد القمر او نصف قمر، وكنرسم وحده واحد مجموعه من النجوم. النجوم بالفرنسيه سميتها لي زيتوال، النجوم بالفرنسيه سميتها لي زيتوال. بزاف نجوم لي زيتوال، و نجمه واحده اون سول ايتوال. دونك القمر سميتو لا لون، لا لون القمر سميتو لا لون. وقتاش كتبدا عندنا الفتره ديال الليل؟ سمحوا لي واحد المحيبقه هنا، يعني حطيت عليها كل مره تنقيس ليها الورقه ديالها. الضوء الضوء لا بروتيجي باش ما نضربهاش. خليكم معايا و غافير سا اونسومبل. دونك وقتاش كتبدا الفتره ديال الليل؟ سؤال عنده جواب جد بسيط وسهل. اون فوا تتغيب الشمس، يعني ما كنبقاوش نشوفوا الضوء ديال الشمس، تما كيبدا الليل. يعني في الفتره ديال الصيف كيف ما كتلاحظوا، يعني كتبقى الشمس بزاف، يعني تتبقى كتفوت 6 ديال العشيه بارفو حتى كاع 8 على حسب الساعة بطبيعة الحال اللي تزادت، يعني وكتشوف باقي الشمس، باقي الشمس. يعني ما تمكنناش نقولوا بأنه لو سواغ ألوغ كو يعني الشمس باقية. لو سواغ تيبدا عندنا ابتداء من غروب الشمس، اللي هي الفترة ديال لو كوشي دو سولي. دونك غروب الشمس بحال المراحل اللي كدوز منها تقريبا الشمس قبل ما تشرق، كدوز منها قبل ما تغرب. يعني كيكون لو كريبيسكول، يعني داك الشفق اللي كيكون لون ديالو برتقالي كيف ما كتشوفوا في البحر ولا في شي بلاصه اللي يعني ان بو ديزيرت، يعني في شي طبيعه اللي كيتخول لكم انكم تشوفوا هذاك المنظر، او لا في شي صحراء مثلا داك فين كيبان غروب الشمس، كيبان يعني لحقوا طريقو. دونك كيكون داك الشفق لو كريبيسكول، وكيتبعوا يعني هذيك الشمس اللي كتغرب وكتخبى يعني بالبحر داكا. دونك كيتسمى لو كوشي دو سولي. هذاك لو كوشي دو سولي يعني تما تتبدا الفتره ديالنا الرابعه، اللي هي فتره الليل. لو سوار، الليل بالفرنسيه هو لو سوار. دونك بارفوا الى غابت مع السبعه اون بو لو دير ا بارتير دو 19 او دو 7 داكا، والى غابت قبل اون بو لو دير. مي اون جينيرال اللي خصكم تعرفوا، سمحوا لي، اللي خصكم تعرفوا داكا هو ان ابتداء رسموا عاوتاني واحد الساعه، هنا 12 هنا 6، يعني نديرو هكا، تقريبا ابتداء من 5:30، من 5:30 ابتداء من 5:30، ولو أن الشمس كتكون يعني باقا كاينة. بالنسبة للثقافة الفرنسية كيبدا لو سواغ، يعني إلا عندك مثلا موعد مع شي حد وغادي تقول له وقتاش غنتلاقاو، وكنتي غتلاقى معاه في فتره من 5 د العشيه لتحت، تتقول لو سوار، تتقول لو سوار، ولو ان الشمس
باقا يعني في هذه الفتره كتكون باقي ما غابتش، يعني باش توضح عندكم الرؤيه وباش يثبتوا عندكم لي كاتر تيرم، يعني اربعه ديال الاشياء اللي بغيتهم يدخلوا لكم الفكر ديالكم ويتعشوا فيه وتعقلوا عليهم. هما ان عندنا اربعه ديال المراحل اللي كيدوز بها النهار من فتره الفجر الى فتره الليل، وغادي تبقاو معايا دابا وغادي ندوزوا للسبوره ديالنا الكبيره باش ناخذوا شرح اكثر. وشكرا، خليكم معايا. دونك شوفوا معايا طابلو علاش كيعبر. دونك شدينا الطابلو ديالنا قسمناه اربعه ديال الاجزاء هكا، تابعوا معايا. الجزء الاول تيعبر على الصباح كيف ما شفتوا قبيله في الرسم، يعني الشميشه كتكون عاد خرجات وكتكون يعني بحال مخبيه شويه مورا الغيان، وكنسميو هذه الفتره هذه اللي هي ابتداء تقريبا من 6 ديال الصباح كنسميوها بفتره الصباح، لو ماتان. لو ماتان، دونك رددوا معايا، دونك ريبيتي افيك مو لو ماتان. الفتره الثانيه تتكون مع 12 يعني الوقيته ديال الغداء، وتتكون الشمس فيها كيف ما كتشوفوا في الرسم يعني فوسط من السماء، دونك لو سولي ايلي او ميليو دو سييل داكور، il est très clair يعني واضح، يعني اللي درجات ما تقدش تحل فيه عينك بارفوا بعض المرات. وكتبدا مع 12 تقريبا حتى لديك الوحده ونص الجوج، يعني الوقيته ديال الغداء هذيك لا بيريود كتسمى ميدي، كتسمى ميدي يعني ميدي تقالت النهار الاول على 12، يعني 12 بيل بوال، دونك بيلا كي كنقولوا حنا بالدارجه. الفتره الرابعه اللي قلناها يعني كنسميوها لابريميدي، لابريميدي دونك كيف ما كتشوفوا في الساعه تشير الى الواحده، يعني ابتداء من اننا تنبقاو نهربوا من 12 يعني تندخلوا في لابريميدي. لابري بالفرنسي هي ما بعد، ضدها لافون ما قبل، داكا هذا الشيء غنشوفوه في الدروس المقبله. يعني انا اللي بغيتكم تشدوا معايا دابا هاد المفردات ديال لو ماتان لو ميدي لابخي ميدي، يعني قلنا تيبدا ابتداء من مورا 12 وتيمشي حتى لديك الخمسة ونص. الرسم هنايا رقم خمسة باش بقاو عاقلين عليها، تيمشي تقريبا حتى ديك الخمسة ونص. وفي الثقافة الفرنسية وفي الثقافة ديال الناس بشكل يعني عام، ابتداء من الخمسة ونص تيبدا لو سواغ. والسواغ هنا كيف ما كتشوفوا يعني عبرنا عليه، اكسكوزي مو جو في جوست تورني لا كاميرا، دونك لو سواغ هنا عبرنا عليه بهاد لا لون داكور وهاد لي زيتوال داكور، هاد القمر وهاد النجمات الصغيورين عبرنا عليه داكور. ودرنا هنا مثلا درنا السبعه ديال العشيه داكور، درنا السبعه ديال العشيه، يعني هاد الفتره كتسمى لو سوار. دونك كيف ما شفنا ان لو سوار il commence يعني يبداو à partir du coucher du soleil، يعني ابتداء من يعني غروب الشمس. وقلنا لو ماتان اللي هو هذا، دونك فوالا لو ماتان il commence كيبدا من ابتداء من le lever du soleil. Le lever du soleil, يعني شروق الشمس. Donc le lever du soleil, il est précédé par le crépuscule. يعني تسبقوا le crépuscule اللي هو الشفق اللي كتكون الشمس بحال عطي واحد الأشعة في البرتقالي. وقبل ما تتغرب تتعطي نفس هذيك الأشعة كيف ما كتشوفوا ملي تكونوا في البحر، يعني كتعطي ديك الأشعة عاد يعني كتغرب. وكيف ما شرحت لكم في في في, في طابلو صغيور، يعني راه ماشي الشمس اللي كتحرك، الشمس واقفه في بلاصتها، الارض اللي كدور على راسها اون غوتاسيون. دونك لو تير او بلوتو لا تير، يعني كوكب الارض اللي هو درته لكم في واحد الشكل كروي، الي اون غوتاسيون يعني تيدور على راسو. ومن كيتلاقى بالشمس كيكون عنده النهار، الوقيته اللي كيكون عنده النهار يعني الناس اللي هما في الظهر ديال هذاك البلد تيكون عندهم الليل،
يعني هكذا وليك حتى يعني تتوالى الايام باش كيكمل عندنا الشهر والعام الى اخره. داكوغ دونك سكي فو روتينير اوجوردي دونك لا لوسون دوجوردي الدرس ديالنا ديال اليوم هما هو لي مومون دو لا جورني فترات النهار يعني لي مومون دو لا جورني. Répétez derrière moi les moments de la journée. Donc nous avons quatre moments. Nous avons quatre moments. Il y en a quatre, comme ce qu'on a vu dans la leçon des chiffres. Donc nous avons quatre moments. Le premier moment de la journée, c'est le matin. Le matin. Il commence à peu près vers 6 heures. Le deuxième moment de la journée, c'est midi. Le midi. C'est l'heure du déjeuner. C'est l'heure yessa'a de déjeuner yedil l'ghada. Le troisième moment de la journée, c'est l'après-midi. Et on a dit que l'après-midi commence yani katbda taqriban de midi yani min tani 10 li kanqoulou fitra dzawal jusqu'à 5 heures taqriban hatta 5 ou 5 ou 5:30. Et le dernier moment ou le quatrième moment, c'est le soir. Et là, on voit la lune et on voit les étoiles et ça commence à peu près à partir de 7 heures. C'est ça, تقريباً مع السابعة. Ou كان هذا هو الدرس ديالنا اليوم. يعني quand je dis le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, لأنكم قريتوها وكونوا على يقين أي حاجة اللي شفناها لسبب ما وشفناها حيت غادي نحتاجوها. إذن من هذا الموقع ديالي في هذه القناة البسيطة والمتواضعة ونشدكم ان اللي بغى يتبع معايا غيبدا معايا من الحصه الاولى من الاول ما غاديش يمكن له يتبع معايا الا كان كينقز الحصص داكو. دونك اي حاجه كنديرها بار ميثود يعني عارفه راسي انا باش كنقرا لكم وعلاش فاش غادي يمكن لكم تستعملوها. دونك اون افي لو بروميير لو دوزيام لو ترويزيام لو كاتريام اون افي 1 2 3 4 جوسكا 10 اجوردي حنا كنستعملوهم في الدرس ديالنا ديال الفترات اليوميه اللي هما 4 مومون دو لا جورني. Et on répète ensemble le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Donc on a aujourd'hui quelques questions qu'on va voir ensemble. Alors, quels sont les deux grands moments de la journée? D'accord. Donc les deux grands moments de la journée, yani soit tiqoul chnou houma يعني اليوم شنو هما الفترات الكبارين يعني اللي باينين في اليوم. نقدروا نقولوا كاينين جوج ديال الفترات، فتره فيها الشمس وفتره ما فيهاش الشمس يعني فيها الظلام. هذوك لي مومون سميتهم لو ماتان، والوقيته اللي فيها الظلام سميتها لو سوار. دونك نو زافون دو غران مومون دو لا جورني. Nous avons deux grands moments de la journée. Les jours de la fatarat, yani bsifa amma fi lyoum. La première, le matin. La deuxième, le soir. Yani ila jina nhaqqo, tlqaw bi anna le matin, nqsom le matin et le midi. Et l'après-midi. Ou le soir. هو الليل يعني هاد الفتره كامله اللي فيها الشمس نقدروا نقولوا لو مات هكا. وهاد الفتره اللي فيها الليل فيها الظلام تنقولوا لو سوار. يعني الا جينا نقسموا النهار على جوج ديال الفترات اللي هما كبار غادي نقولوا النهار والليل. يعني ما غاديش ندخلوا في التفاصيل نقولوا هاد الفتره الزوال او الفتره هاد الى نقولوا النهار والليل يعني الوقيته اللي فيها الشمس والوقيته اللي فيها الظلام داكا. ولكن من تنجيو ندخلوا في التفاصيل تلقاو بان الوقيته اللي فيها النهار مقسمه على ثلاثه الوقيتات. يعني الشمس عاد شرقات، الشمس شرقه مزيان، الشمس هبطات فوسط السماء يعني فوسط من لي نياج وغادا باش عاوتاني تخبى. يعني هاد الفتره هذه كامله تقريبا محسوبه على لو مات داكا. Donc retenez bien, nous avons quatre moments, le matin, le midi, l'après-midi et le soir.
D'accord. On a vu ensemble comment fonctionne le jour et la nuit. Il y a une chifna ptareka, il y a une moubsata qui fait ce que tu as dit, ou que tu as dit là. Donc, ce qu'on appelle la rotation, il y a une dawara l'arda à l'énefsiha. Ou avec la rotation, c'est qu'on voit le trajectoire, le mihwar. L'irsmnaha haka d'ailleurs là, avec le kawkab l'arda. Alors, pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes prolongés dans une, ou plutôt nous sommes plongés dans une obscurité. Dans une obscurité. Et ni, ça devient noir. Ça devient noir. Donc, s'il n'y avait pas de lumière, on ne pouvait pas regarder. Donc, fifatrat el-layl, madayaka. يعني كنشوفوا الظلام يعني يكون ما كانوش المصابيح ديال الزنقة وهذا يعني ما يمكنناش نشوفوا دونك سا سي سا دوفيان اوبسكور سا دوفيان نوار او سا دوفيان اوبسكور دونك لي انديفيدو سون بلونجي دون لوبسكوريتي دونك سي نوار il fait soir c'est noir يعني on peut pas On ne peut pas regarder s'il n'y avait pas de la lumière. La lumière est dedans. On ne peut pas regarder. Mais s'il n'y a pas de lumière. Le matin, non. Le matin, il y a la lumière. Il y a le soleil. C'est le soir. C'est le soir. Là, on ne peut pas regarder. On ne peut pas voir. Parce que c'est noir et c'est obscur. Yani, kekun adala. On dit il fait noir. On dit il fait noir. Donc, comme ce que je vous ai expliqué, lorsque la planète, la planète Terre, tourne en rotation, il y a 1000 cadeaux. Elle nous donne l'impression, elle nous donne l'impression que le soleil bouge. Il y a le verbe bouger. Bouger. Regardez, qu'est-ce que fait la maîtresse? La maîtresse bouge. D'accord? Mais la planète ne bouge pas comme la maîtresse. La planète bouge autour d'elle, comme ça. En rotation, elle bouge sur un trajectoire. D'accord? Donc voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. Le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Le soir, là où il fait nuit. D'accord? Donc, c'est un colo le soir, ou l'air, d'accord? Ou là, la nuit, tout simplement. Quand la nuit tombe, il y a une mine, c'est qu'on y a le dalam, d'accord? Il fait sombre, il y a une seconde là, donc c'est la nuit. Donc, voilà. Le crépuscule. Le matin. L'après-midi. Le coucher du soleil. Le soir. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الفقرة خليكم معايا وندوزوا الفقرة الموالية
Quand le soleil se lève le matin et que la nuit est maintenant partie, c'est une nouvelle journée. Une nouvelle journée aujourd'hui. Bonjour, bonjour, lève-toi. Bonjour, bonjour, viens jouer avec moi. Après petit déjeuner, on va bien s'amuser avec tous nos amis. Bonjour, bonjour, lève-toi. Bonjour, bonjour, viens jouer avec moi. Après petit déjeuner, on va bien rigoler ici à Nini. Bonjour, bonjour, lève-toi. Bonjour, bonjour, viens jouer avec moi. Bonjour, bonjour, lève-toi. Bonjour, bonjour, viens jouer avec moi. علاش كتدوي؟ دونك اليوم غادي نشوف معاكم واحد الشكل هندسي. هاد الشكل الهندسي تنطلق من واحد المركز اللي كنسميوه لو سونتر. Le centre. Donc, Donc, regardez avec moi. Had l'intaka had, dit had le chums, kismiwa une surface. Une surface, yani misah. Une surface, yani misah. Ou il est gina, ou choufou had chums hadi, radin kaoubi enna, aibara had. يعني قرص شكل دائر. هذا القرص هذا عنده واحد المركز هو هذا اوكي، وعنده واحد الشعاع هو هذا. الى لاحظتوا خدينا المسطره ديالنا، سي اون برون زي ما سي اون برون لا ريغل، اون فا تروفي كو غادي نلقاو بان نفس يعني هاد المساحه ما بين الدائره ديال القرص وما بين هاد المركز اللي هو لو سونتر، هي اللي كاينه هنا، هي اللي كاينه هنا، هي اللي كاينه هنا، هي اللي كاينه هنا. هكا هاد اللعيبه هادي اللي كديروها، يعني هاد لا بتيت فلاش اللي درناها هنايا، لاحظوا كنسميوها شعاع لو غيون. دونك ماشي هادشي اللي بغيتكم تركزوا عليه، بغيتكم غير تركزوا على ان هاد الشكل هذا تيتسمى ان سيركل. ان سيركل. دونك توت الوغ قبيله كنت اون ا ديسيني لو سولي، ملي كنا كنرسمو لو سولي، دونك نو زافون ديسيني ان سيركل. فوالا avec la même distance. Donc le rayon du cercle c'est le même. Mais nous faisons. Mais ma brne, tu as
نفس الشيء. دونك لو سيركل عندو ان سنتر، عندو مركز، و هو عبارة عن مجموعة ديال النقط اللي كتلاقى بيناتها باش كتحد لينا واحد المساحة. سي لونسومبل دي بوان، بوكو دو بوان كنا essayer de tracer, d'accord, pour obtenir le cercle. Donc le cercle, comme ce que vous avez vu, c'est une courbe plane. C'est une courbe plane qui délimite une certaine surface. Donc pour mieux voir, attendez, je vais utiliser celui-là. Donc, il aime ce qu'on a au sein de l'eau. Regardez, nous voulons de voir là, juste dire le misaha. Misaha, kharij al-qors, ou un misaha, dakhil al-qors. Mathalan, il est jeté la maîtresse au katliko, rsmoulia, mathalan, ou un nijma, dakhil al-qors. Donc, dessinez-moi une étoile dans le cercle. Donc, on va la dessiner ici. Et si la maîtresse vous demande de dessiner l'étoile en dehors du cercle, vous allez devoir la dessiner ici. D'accord? Nous avons l'étoile ici au milieu, ou dans le cercle. Donc le milieu c'est ici, c'est dans le centre. Donc dans le cercle, nous avons l'étoile qui est en dehors du cercle. D'accord? À l'extérieur. On dit à l'extérieur. Et là, on dit à l'intérieur. Donc retenez bien. L'extérieur du cercle, kharij al-qors. L'intérieur du cercle, dakhil al-qors. Et ça, c'est la forme ronde. Shakl da'ir. Shakl da'ir. Donc, si on veut dessiner, par exemple, le soleil, qu'on a vu aujourd'hui dans notre leçon, les moments de la journée, on va dessiner un petit soleil comme ça, en forme de cercle, en forme ronde, et on va mettre les rayons comme ça, des lignes comme ça, pour montrer les rayons du soleil. On peut mettre carrément des petits yeux qui nous regardent et une bouche qui sourit. D'accord? Donc, au cas où il y a le hasse d'Yenna, d'Yen, le graphisme, qu'il y a de l'eau, le fqra mouali. Les caries. Maman, qu'est-ce que c'est une carie? Un trou dans une dent. Un trou? Oui, un petit trou dans une dent. Et si on ne la soigne pas, ça finit par faire très mal. Un trou dans une dent? Il est tard, mon garçon. Bonne nuit. Bisous. Atajawif. Omi, ma hou atajawif? Thokbun fissin. Thok? Naam. Thokbun sagirun fissin. Wa ida lam tu'alij,
سينتهي به الأمر سيئا للغاية. ثقب في السن؟ الوقت متأخر يا ولدي، تصبح على خير. قبلاتي. Petit Pierre embrassa sa maman, éteignit sa lampe de chevet et resta les yeux ouverts, les yeux grands ouverts, dans le noir. Un trou dans une dent? Mais pourquoi faire? Et un trou grand? Comment? Qui emmène jusqu'où? Et creusé par qui? Voilà qui paraissait bien mystérieux. Il faudrait mener une enquête dès que possible. قبل بيير السرير والدته، أطفأ مصباح سريره ووقف وعينه مفتوحتان، وعينه مفتوحتان على مصراعيهما في ظلام. ثقب في السن، لكن لماذا؟ ما حجم الحفرة؟ هذا الثقب يأخذ إلى أي مدى؟ ومن حفره؟ بدا هذا غامضا جدا، يجب أن نحقق في الأمر في أسرع وقت ممكن. Petit Pierre fit des rêves étranges cette nuit-là. Il rêva qu'il explorait une dent gigantesque. L'escalade n'était pas facile. La dent glissait. Il n'y avait pas beaucoup de prise. Heureusement, Petit Pierre a de bons yeux et il devina une sorte de fissure. Non, plutôt une grotte. Ce devait être ça, une carie. Il parvint à atteindre cette grotte et hésita avant d'y pénétrer. Et si la grotte était habitée? Et si les habitants de la grotte étaient méchants? Il s'y glissa malgré tout, la curiosité est toujours là, plus forte, même dans les rêves. Et là, il découvrit une armée de petites bestioles noires et grises en train de creuser des galeries dans toutes les directions. Elles ne s'aperçurent pas de sa présence. Elles continuaient à creuser en silence. On n'entendait que le bruit de leurs pinces en train de grignoter la porcelaine. Petit Pierre s'approcha pour leur parler, mais كان لدى بيير السرير أحلام غريبة تلك الليلة. كان يحلم أنه يستكشف سنا عملاقا، ولم يكن التسلق سهلا، وكانت السن تنزلق، ولم يكن هناك الكثير من الحجوزات. لحسن الحظ يتمتع بيير بعيون جيدة، وقد خمن نوعا ما من الصدى. لا، إنه كهف. لابد أنه كان هناك تجويف.
استطاع الوصول إلى هذا الكهف وتردد قبل دخوله. فماذا لو كان الكهف مسكونا؟ ماذا لو كان سكان الكهف لئيمين؟ لقد انزلق في كل الأحوال. الفضول هو الأقوى دائما حتى في الأحلام. وهناك اكتشف جيشا من المخلوقات السوداء والرمادية الصغيرة يحفرون حفرا صغيرة سوداء في كل الاتجاهات، ولم يلاحظوا وجوده واستمروا في الحفر في صمت. تقدم بيير للتحدث معهم، ولكن mais le réveil sonnait. C'était l'heure de se lever. C'était l'heure du petit-déjeuner, puis de l'école. Et zut, se dit-il, juste quand j'allais pouvoir leur parler. Il se leva à toute vitesse et fila à la salle de bain, ouvrit grand la bouche et se colla contre la glace. Regarda ses dents une à une. Pas le moindre trou, pas la moindre grotte. Dommage. Maman et papa étaient déjà installés devant leur café. Ils ne sont jamais pas très bavards le matin. Alors, petit Pierre garda pour lui ses questions et son rêve. Il demanderait à la maîtresse tout à l'heure. كين دق المنبه. حان وقت النهوض، حان وقت الإفطار ثم المدرسة. وقال لنفسه اللعنة، فقد عندما كنت سأتمكن من التحدث إليه. نهض على عجل وذهب إلى الحمام وفتح فمه على مصراعيه وضغط على المرآة. نظر إلى أسنانه واحدا تلو الآخر، ليس هناك حفر وليست هناك كهوف. سيء للغاية. كان أبي وأمي جالسين بالفعل أمام قهوتهم الصباحية، ولم يكونا ترثرين أبدا في الصباح. لذلك احتفظ بيير بأسئلته وحلمه لنفسه، وسيسأل المعلمة لاحقا. Avant de rentrer en classe, il parla des caries à Jérémy, mais ce dernier n'avait pas beaucoup d'informations sur la question. Il savait juste que lorsqu'on a une, il faut aller chez le dentiste et subir la roulette. Ça fait mal aux oreilles et aux dents, paraît-il, mais il n'était pas sûr. Jérémy prétendait également que ce sont les bonbons du soir qui font des trous dans les dents. قبل العودة إلى الفصل أخبر جيريمي عن التجاويف، لكن الأخير لم يكن لديه الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع. لقد علم أنه عندما يكون لديك واحدة عليك أن تذهب إلى طبيب الأسنان وتتعرض للروليت. يبدو الأمر مؤلما لأذنيك وأسنانك، لكنه لم يكن متأكدا. ادعى أيضا أن حلوى المساء هي التي تحدث ثقوبا في الأسنان. C'est sa maman qui lui a dit ça. Donc, ce doit être vrai. Lors de la récréation, petit Pierre partit voir la maîtresse et lui demanda ce qu'elle savait des caries. La maîtresse commença par éclater de rire.
Mais voilà que des garçons de la grande section commençaient à se bousculer de plus en plus fort et elle dut intervenir pour les séparer. Laissons là Petit Pierre et sa question sans réponse. كانت والدته هي التي أخبرته بذلك، لذا يجب أن يكون صحيحاً. خلال الاستراحة، ذهب بيير لرؤية المعلمة وسألها عما تعرفه عن التجاويف. بدأت المعلمة بالضحك، لكن الآن بدأ صبيان من القسم الكبير يتزاحمان أو يتزاحمون على بعضهما البعض بقوة، واضطرت للتدخل لفصل بينهما، تاركة بيير وسؤاله بلا إجابة. La sonnerie se déclencha quand elle revint vers lui et elle lui dit que là, tout de suite, elle n'avait pas le temps, mais qu'un dentiste devait intervenir la semaine prochaine dans l'école et qu'il pourrait lui poser toutes les questions qu'il souhaitait. انطلق الجرس عندما عادت إليه وأخبرته أن هناك على الفور ليس لديها وقت ولكن طبيب الأسنان يجب أن يتدخل الأسبوع المقبل في المدرسة وأنه يستطيع أن يطرح عليه جميع الأسئلة التي يريدها. Ce fut une très longue semaine pour Petit Pierre. Il continuait à rêver de dents, de grottes et de petites bestioles, mais il se réveillait toujours avant de pouvoir leur parler. Il continuait à surveiller ses dents dans la glace, mais ne voyait ni trous, ni galeries, ni rien. Il examina des bonbons sans détecter la moindre trace de bestiole. Qu'est-ce que ça peut être long une semaine à se poser la même question ? لقد كان أسبوعا طويلا جدا بالنسبة لبيير الصغير. استمر في الحلم بالأسنان والكهوف والمخلوقات الصغيرة، لكنه لا يزال يستيقظ قبل أن يتمكن من التحدث إليهم. استمر في مشاهدة أسنانه في المرآة، لكنه لم يرى حفرة ولا رواقا ولا أي شيء. قام بفحص الحلوى دون اكتشاف أي أثر للمخلوقات. كم من الوقت يستغرق أسبوعا كبيرا لطرح نفس الأسئلة على نفسه. Le jour de l'intervention du dentiste, Petit Pierre fut le premier à rentrer dans la salle de classe, le premier à s'asseoir au premier rang, le premier à sortir ses affaires. Le dentiste leur parla pendant presque une heure. في يوم مداخلة طبيب الأسنان، كان بيير أول من دخل الفصل وأول من جلس في الصف الأول، أول من يأخذ أغراضه أمامه. تحدث طبيب الأسنان إليهم لمدة ساعات تقريباً. Il montra des photos, des dessins, et Petit Pierre fut déçu de ne pas voir les bestioles noires et grises de ses rêves. Il posa une bonne dizaine de questions. Qu'est-ce qu'on peut manger ? Le dentifrice ? Pourquoi certaines personnes ont les dents grises et pourquoi les adultes accusent toujours les bonbons ? Petit Pierre avait maintenant toutes les réponses à ses questions et il se dit que ce devait être un beau métier, dentiste.
chasseur de caries, mais en même temps se pencher toute la journée sur des dents abîmées, ça ne devait pas être très amusant. Et depuis ce jour-là, sa maman ne peut plus faire les courses sans que petit Pierre ne glisse un tube de dentifrice dans le caddie. عرض طبيب الأسنان الصور والرسومات وأصيب بيير بخيبة أمل لعدم رؤية المخلوقات السوداء والرمادية التي رآها في أحلامه. طرح عشرات الأسئلة: هل يمكننا تناول معجون الأسنان؟ ولماذا يكون لدى بعض الناس أسنان رمادية؟ ولماذا يلوم الكبار الحلوى دائما على أنها هي السبب في التسوس؟ أصبح لدى بيير الصغير الآن جميع الإجابات على أسئلته، وكان كذلك إنه لابد أنها كانت وظيفة رائعة أن تكون طبيب أسنان صياد للتجاويف، ولكن في نفس الوقت تميل على الأسنان التالفة طوال اليوم. لابد أنها مهمة ليست ممتعة للغاية، ومنذ ذلك اليوم لم تستطع والدته أن تقوم بالتسوق معه دون أن يضع بيير الصغير أنبوبا من معجون الأسنان في العربة. نهاية القصة. نتمنى القصة تكون عجبتكم. خليكم معايا باش ندوزو الفقرة الموالية. القصة ديال اليوم نالت الإعجاب ديالكم. القصة كما شفتوا كتدوي على تسوس الأسنان، وكتدوي على لو بوتي بيير اللي تيحاول يفهم هاد الظاهرة ديال تسوس ديال الأسنان. دونك ما نسيتش غادي نعطيكم بعدا الجواب على الديفينات ديال الحلقة أو الحصة الثانية. دونك لا ديفينات كان السؤال اللي تطرح شحال من جندي بقائدنا، شحال من جندي بقائدنا. دونك بقى جندي واحد اللي بقى، دونك بقى يختفي واحد واحد، في الاخير بقائدنا جندي واحد. اما بالنسبه للحلقه ديال اليوم اللي هي الحصه الثالثة، دونك سؤال مطروح: شنو هي الماده اللي بيير ولا تيشريها ملي كيمشي مع ماما للاسواق؟ شنو هي الماده اللي بيير ولا تيشريها ملي كيمشي مع ماما للاسواق؟ كيف ما شفتوا يعني بيير كان كينعس وكان كيبقى يحلم بسينا شنو تيطرابيمو، ويعني سول المعلمه ديالو وجاوبتو، وسول طبيب الاسنان وجاوبو، وسول ماما وجاوبتو. ولكن في الاخر تندويو على واحد المده اللي ولا دائما تيسقيها وكيشريها مع ماما. شنو هي هاد الماده؟ دونك نتمنى تاخدو الوقت ديالكم باش يعني تسمعوا القصه، وباش تستافدوا من الدرس اللي Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci, merci, merci d'être ici. Merci, merci,
Écoutez, aimez-vous cette chanson? J'espère que je suis dans le temps. Merci, merci, merci d'être ici. Très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? أضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء.